كل هالأسبوع فقرات برنامج سكوب هي موجودة بالستوديو لأرابز غوت تالنت، ولسبب بسيط جدا أنه البيك سوبر ستارز منهم بهوليوود هالأسبوع ولكن بالبرنامج والفينالي والتويلف فاينالست. هالمرة أنا مع شيماء المغيري. هاي شيماء. هاي منيحة. أول شيء كيف حاسة حالك؟ نحن عندنا بس كم يوم للمسابقة الأخيرة. هو صراحة متحمسة كثير للحلقة الأخيرة وشوي في نوع من التوتر لأنه عندنا دقيقتين بس إن شاء الله خير وأقدم عرض حلو يا رب. خبرينا شوي عن شيماء شخصياً. أنت بتروح على المدرسة، حياتك طبيعية هالأيام؟ تقريباً شبه طبيعية. هو أنا عمري 16 سنة، أدرس في ثاني ثانوي مدرسة المعلف أم القيوين. هواياتي كثيرة بس موهبة الرسم بالرمل، هوايتي السباحة، القراءة، لعب كرة السلة. بنت هادئة بس شوي شقية، أحب أتأقلم مع الناس وأكون صداقات كثيرة. وأوجه تحية حق كل زميلاتي وall my fans. بأي وقت اكتشفت أنك صرت مشهورة؟ لأنه في نسبة مشاهدين شوي كبيرة بArabs Got Talent. هو الحمد لله أن الناس يعرفوني بس على مستوى الخليج أو دولة سلطنة عمان، دولة الإمارات. بس من بديت دخلت برنامج Arabs Got Talent كثير الناس عرفوني، يعني تقريبا الوطن العربي ككل وحتى خارج الوطن العربي، لدرجة أنه في المطار وأنا جاي الناس بيشروا علي شيماء. يعني أنا كثير انبسطت من هذا الشيء وآمل أن الناس كلهم يعرفوني ويعرفوا هالموهبة. شو منقوله للمشاهدين يلي يمكن رح يصوتوا لك هالأسبوع؟ أقولهم صوتوا لي أنا على رقم 9. أنا محتاجة لدعمكم وإن شاء الله العرض اللي تشوفونه يعجبكم، وحتى لو ما يعني ما حالفني الحظ أنا أبداً وزعلان لأنكم أنتم حابين شغلي وأنا هذا اللي أنا أتمنى دوم. وآخر سؤال، كيف بتوصفي تجربتك ببرنامج مثل Arabs Got Talent؟ هي حياتي تغيرت تقريباً لأنه يعني كثير الحمد لله الناس عرفت أن الناس يقدرون هذا الشيء، والناس يعني صحباتي معي، اني انا ابدا ما كنت اتوقع ان الناس بيكونوا معي ابدا، بس الحمد لله الظاهر انه الفانز وحتى المعلمات الاسره بشكل عام كلهم داعميني، وهذا انا صراحه اشكرهم كثير على هذا الوقفه اللي وقفوها معي. شكرا كثير لشيماء. كل فقرات برنامج سكوب هي مخصصه للفاينالست لArabs Got Talent هالاسبوع. ما تنسوا تصوتوا لشيماء على الرقم 9. حاسه حالي بArabs Got Talent.